تبادل الاتهامات بين الانتقالي والشرعية بإفشال اتفاق الرياض. ما وراء تصعيد الانتقالي والتهديد بالعودة إلى القوى الوطنية كخيار بديل؟ وما هي الخيارات القادمة لكل من الشرعية والانتقالي؟ ولماذا تغيب رعية الاتفاق؟ ما هو مصير اللجنة المشرفة على تنفيذه؟ أهلا بكم. تتراكم الأحداث التي تدفع كما يبدو لدفن اتفاق الرياض، فتضارب التصريحات التي تعلن موقف الطرفين من الاتفاق تؤكد اتساع الهوة وتبادل اتهامات بين الشرعية والانتقال من شركاء الاتفاق. وزير الخارجية محمد الحضرمي اتهم المجلس الانتقالي بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، وبالمقابل يتهم القيادي في المجلس الانتقالي أحمد حامد لملس الحكومة الشرعية بالتمرد على اتفاق الرياض. سجال وتبادل اتهامات توشك على القضاء على ما تبقى من آمال بتجنيب عدن والمحافظات الجنوبية مخاطر الفوضى والنزاعات، خصوصا بعد تعثر تنفيذ بنود الاتفاق وانهيار الزمن منذ التوقيع عليه قبل ما يزيد على شهر. الأمر بات يثير عددا من الأسئلة حول الموقف السعودي الراعي للاتفاق والضامن لتنفيذه، واللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق لماذا لم يظهر دورها للعلن بعد؟ ناهيك عن المخاوف التي أطلقها رئيس الوزراء عن الفترة القادمة وعن حاجتها لحكومة فاعلة قوية وقادرة أن تعمل على الأرض. يعيش اتفاق الرياض اليوم لحظات حرجة وسط اتهامات متبادلة بين الموقعين عليه بالعمل على إفشاله. وبعد أكثر من شهر على توقيعه، يبدو أن اتفاق الخامس من نوفمبر بات كرة فشل وورقة اتهامات يتراشقها الطرفان فيما بينهم للتحلل من استحقاقات الاتفاق بعد أن ضاع الموقف السعودي أمام التصدعات التي شابت تنفيذ البنود وانهيار الجدول الزمني المقرر لتنفيذها. اتهام وزير الخارجية محمد الحضرمي للمجلس الانتقالي بعرقلة تنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية للاتفاق قابله اتهام آخر من القيادي في المجلس الانتقالي أحمد لملس، الذي اتهم الحكومة بالتمرد على الاتفاق مهددا باتخاذ خطوات بديلة متمثلة بالتحالف مع من أسماها بالقوى الوطنية. تهديد لملس بالمضي قدما باتجاه عقد تحالفات جديدة مع قوى تتشابه مع الانتقالي يجمعها الدعم الإماراتي والخصومة مع السلطة الشرعية، فهمه مراقبون على أنه إشارة إلى نضوج فكرة التحالف مع قوات طارق صالح في الساحل الغربي. وعلى هامش الاتهامات المتبادلة تتدافع موجات الفوضى في محيط عدن المضطرب أمنياً واقتصادياً، مع جملة من الإخفاقات التي يشارك في صناعتها المجلس الانتقالي. المبعوث الأممي مارتن جريفيثس كان قد حذر في وقت سابق من خطورة انهيار اتفاق الرياض، مؤكداً أن انهيار الاتفاق سيمثل ضربة مدمرة لليمن حسب قوله. مؤشرات كثيرة تؤكد موت الاتفاق في مهده، ولا حلول مجدية في أفق الخلافات قد تعيد الروح للاتفاق، خصوصا مع ارتفاع وتيرة التصعيد والتوتر الأمني في المحافظات التي تشكل تماسا بين قوات الحكومة الشرعية والانتقالي. وفي ظل كل هذا يدور التساؤل عن موقف السعودية ودورها في العمل على فرض الاتفاق ورعاية تنفيذه، حيث يبدو الآن وكأن الرياض قد تخلت عن موقع الميسر لتنفيذ الاتفاق واكتفت بالعمل الحثيث على استثمار الوضع الجيد الذي منح الاتفاق لترتيب مصالحها الخاصة فقط، منتظرة الفائز النهائي من صراع الأضداد اليمنية لتتقاسم معه ما تبقى. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سنتناول موضوع الاتهامات المتبادلة بين الطرفين من الحكومة الشرعية وكذلك الانتقالي، والذين كل طرف يتهم الآخر بعرقلة اتفاق الرياض. ونحن ليست هذه الحلقة الأولى التي نتناول هذا الموضوع، ناقشنا منذ تعرقل عودة دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك إلى عدن والذي تأخروا في التزمين. في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعي الأستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أختي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. وزير الخارجية اتهم الانتقالي بعدم الالتزام باتفاق الرياض، والقيادي في مجلس الانتقالي الأستاذ أحمد لملس يتهم أيضا الحكومة بمحاولة
إفشال الاتفاق، ما هو تعليقك على هذا التراشق بين الطرفين؟ أعتقد أن هذا التراشق لا مكان له، وأن هنالك نية مبيتة من الأطراف للتنصل من هذا الاتفاق. البلد شهدت أحداثا كثيرة، وكنا نود فعلا أن يكون هناك نوعا من التوافق والاتفاق والخروج من هذه الدوامة. عادت الحكومة، غادرت الحكومة، بين كل عمل وآخر يقدم عشرات من اليمنيين ضحايا في المحافظات الجنوبية في مناطق تماس هذه القوة. لدينا كمية كبيرة من الأسلحة وقوات محتشدة، وأيضا كشوفات برواتب وهبات ومساعدات مالية، هي الوقود الذي يؤدي إلى تفجير هذه المشكلات. اليوم على الطرفين، سواء الإخوة في الحكومة الشرعية أو الإخوة في المجلس الانتقالي، التوقف عن تبادل الاتهامات والتقييد بالتنفيذ. المجلس الانتقالي حقق مجموعة كبيرة من المصالح، حقق أولا اعترافا إقليميا ودوليا به، كونه كان قوة عسكرية يمكن أن تصنف بأنها قوات ميليشيا متمردة، اليوم أصبحت قوة رسمية، أصبحت تمتلك على السلطة حجة في أن لديها اعترافا إقليميا من الإخوة في دول التحالف العربي ومن السلطة الشرعية التي قعدت هي والمجلس الانتقالي كطرفين وهما طرف الاتفاق. الاتفاق له طرفان رئيسيان، الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وله برنامجا تنفيذيا، وله دولة ضامنة بالتنفيذ وقواتها متواجدة وممثلها في عدن متواجد، وهي تقوم بإجراءات أيا كانت هذه الإجراءات. فعلا هنالك بطء، هنالك تباطؤ من كل الأطراف، أو بالأصح ربما قد يكون هنالك نوعا من الضغط من قبل الممولين وليس من قبل الأطراف اليمنية، لأن الأطراف اليمنية في مثل هذه الحالة تعتبر أطرافا مفعولة بها وليست هي الفاعل الرئيسي. نعم أستاذ، إذن يعني هل يعني نعتبر هذا الأمر مثل الإعلان غير الرسمي لفشل الاتفاق، خاصة أنه كان هناك يعني أحد الشروط وهو التهدئة الإعلامية من الطرفين، لكن هذا لم يحصل كما يبدو. هذه المسألة يجب أن يتحملها راعي الاتفاق والضامن الرسمي الممثل بالإخوة في المملكة العربية السعودية، عليهم أن يتعاملوا بهذه المسألة بحزم، ما لم فإنهم سوف يكونون المسؤولين بدرجة رئيسية عن أي مواجهات أو صدامات، ودائما الحرب تبدأ بالكلام. الحرب تبدأ بالكلام، تبدأ بالتصريحات، هذه التصريحات إذا لم تنضبط فإنها قابلة لشحن الوضع داخل منطقة خارجة من رحى حرب. الجميع مشتحن طبيعيا، الجميع مشحونا ببنادقه وأيضا بأسلحته المتوسطة والثقيلة، وكلا الطرفين لديه استعداد، البلد تم تجيشها ودخلت رحى حرب، وبالتالي تصبح إمكانية انفجار الحرب تنتظر فقط تصريح. نأمل من الإخوة أن يكون هنالك حالة انضباط، ندعو الحكومة باعتبارها صاحبة الصفة الأعم والأشمل، وندعو الإخوة في وزراء الحكومة أن يلتزموا باحترام هذا الاتفاق أولا، وبالمقابل ندعو الإخوة في المجلس الانتقالي احترام مصالح الناس، احترام المواطنين في المحافظة الجنوبية في عدن، احترام أرواحهم، احترام حقهم في الحياة، احترام التزاماتهم للناس بالتهدئة وبالحفاظ على ممتلكاتهم. يكفي اليمنيين المآسي التي شاهدوها أمام المحافظات الجنوبية جهودا كبيرة لإعادة تطبيع الحياة، يجب أن لا تفوت الفرص، فوت نصف قرن على هذه المحافظات ولم تستفد منه أي استفادة تكاد تذكر. هذه المناطق لا زالت أوضاعها صعبة ولا زالت هشة جدا، لا زال سلامها هش وبنيتها الاجتماعية أكثر هشاشة. هذه المناطق إذا دخلت في رحى حرب داخلية فيما بينها البين أو مع بينها وبين الحكومة، لا أعتقد أنها سوف تخرج بسلام، وسوف يخسر اليمنيين ما تبقى من الأشياء التي خسروها وهي كثيرة جدا. إذا أستاذ عبد الهادي، يعني لو تساءلنا ما الذي يعني نفذ من اتفاق الرياض حتى الآن؟ يعني تقريبا شهر ونصف لم
يعد سوى معين وبعض الوزراء، لم يتم تنفيذ أي شيء آخر، ونحن نحاول أن نتابع تزمين لهذا الاتفاق، لا نجد أن هناك أي بوادر لتنفيذ بقية الشروط. أعتقد أن المواطن اليمني صار يقول أن لديه قيادة شرعية بها صبر أكثر من الصبر ذاته، صبرا إلى درجة أنها تحبطه في كثير من الأحيان. الحكومة مع الأسف الشديد عندما يطلب منها أن تتكلم، الحكومة والرئاسة يصمتون كأن لا حراك بهم، وعندما يصبح الكلام غير مطلوب أو غير ذا قيمة يتكلمون. الإخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي أحيانا ما يخرج البعض بتصريحات عنترية لا ما أنزل الله بها من سلطان، الجميع يتعامل مع أرواح اليمنيين وكأنما يتم إنتاج هؤلاء المواطنين في المخزن وليسوا مواطنين، وليس هؤلاء مسؤولون عنهم، ولا يدرك هؤلاء جميعا أنهم قد يصلون إلى محكمة الجنايات الدولية على الإخوة في على مجلس الأمن الدولي، على كافة العقلاء داخل البلد، على الإخوة في مجلس التعاون الخليجي، على الإخوة في التحالف العربي أن يشدوا الوضع بطريقة أكبر لدفع العملية نحو الأمام. كان يجب أن يتم تشكيل حكومة في غضون شهر، كان يجب أن يتم تسوية الملعب في المحافظات الجنوبية، كان يجب أن تعود قوة الحماية الرئاسية إلى عدن، كان يجب أن تخرج المعسكرات من خارج عدن، هنالك العشرات من البنود التي يجب أن تنفذ. مشكلة اليمنيين أن أي اتفاق يوقعون عليه ينقلبون عليه قبل أن يجف حبره، وبالتالي لا يهمهم كم المصالح التي تتعطل للناس، ما هي الأضرار، من سوف يتحملها. هذا هو الإشكال الأساسي. مع الأسف الشديد قد يدفع كل من المجلس الانتقالي والسلطة الشرعية واتفاق الرياض إلى أن تفقد الرياض مصداقيتها في الإقليم والمنطقة العربية بأكملها. اليوم نحن اليوم نقترب، بيبقى علينا 3 أشهر وندخل السنة السادسة من الحرب، أي أن المسألة ليست بهذه السهولة. هذه السنوات كان وقودها الناس من المواطنين اليمنيين، لماذا لا يتمتع هؤلاء بهذه المسؤولية؟ نحن كمراقبين للشارع يقلقنا جدا أن تتم ما يتم بناؤه في عدن في غضون سنة يتم تدميره في 3 أو 4 أيام، تعود المسألة إلى الصفر. لماذا هذه المدينة يتم التعرض لها من أبنائها مع الأسف الشديد بهذا الشكل، كأنما لعنة حلت عليها وحلت على الإقليم اليمني بأكمله. واليوم على الإخوة في التحالف العربي أن يعوا تماما أنهم يفقدون مصداقيتهم لدى الشعب اليمني، ويفقدون مصداقيتهم بالمقابل لدى الإقليم، لدى المنطقة العربية بإكملها، ولدى العالم الإسلامي. اتفاقات على راعي الاتفاق ممثلا في المملكة العربية السعودية أن يتجاوز مسألة التصريحات إلى الإجراءات العملية، ويمارس ضغطا عمليا لتنفيذ هذا الاتفاق، أو يعمل على دعم السلطة إذا كانت المسألة من المجلس الانتقالي، أو يمارس ضغوطه على السلطة الشرعية إذا كانت المسألة بيد السلطة. هنالك آلاف من المصالح للناس معطلة، هذا من جانب. إذا اسمح لنا أستاذ عبد الهادي أن ينضم معنا الأستاذ عادل الشبحي القيادي في المجلس الانتقالي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عادل. مساكم الله بالنور. أهلا بك أستاذ عادل. الوزير الخارجية اتهم الانتقالي رسميا بعدم الالتزام باتفاق الرياض وبمحاولات إفشاله، ما هو تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا استثنى ان يصدر تصريح من راس الدبلوماسيه في الحكومه الشرعيه بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب، ونحن والجميع يعلم والجميع كل المتابعين يدركون تماما من الذي يسعى لايجاد عراقيل امام هذا الاتفاق التاريخي الذي توقع في الرياض بعد حوار في جده، وضعت الدبلوماسيه السعوديه ثقلها في انتاج وهذا الاتفاق الذي بلا شك تأخر نوعا ما، لكنه سيتنفذ، ولن تقبل السعودية المساس بهذا الجهد أن يمس أو أن يفشل مهما حاولت بعض التيارات السياسية وبعض الشخصيات التي لا تعيش إلا على الحروب وعلى الصراعات. يعلم الجميع بأن عودة رئيس الحكومة والوزراء المرافقين كان بتنازل وتعاطي ومرونة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي،
مع انه تم تحديد فقط عوده رئيس الحكومه، وهذا هو البند الصريح الذي تم تنفيذه كان بتنازل من المجلس الانتقال الجنوبي. نحن ندري ان الى اليوم لم تنسحب القوات من شبوه وابين التي قدمت اليها وكانت بعد وتواجدت بعد احداث اغسطس، وهو نص صريح وبند صريح في الاتفاق الرياض. يعلم الجميع ايضا ان قرار تعيين محافظ عدن ومدير امن عدن بيد الحكومه وبيد الرئيس هادي والى الان لم يتم تنفيذه، لم يتم. لماذا برايك؟ لماذا هذا التاخير استاذ عادل؟ دعيني اكمل. يعلم الجميع بان هناك قرارات بيد الحكومه يفترض ان تكون فيما يخص المحافظات الاخرى وينطبق عليها ما ينطبق بعدن، لكن للاسف الشديد الى الان الحكومه تسعى لتنفيذ بعض الامور العسكريه وتعطيل المسار السياسي الذي يعتبر جوهر هذا الاتفاق. نعم، يعني استاذ عادل، عمليا لم يتم تنفيذ سوى عوده رئيس الحكومه وبعض الوزراء، بقيت الشروط تجد انت بان الحكومه الشرعيه هي من تحاول عرقلتها. اذا في ظل هذه الاتهامات المتبادله استاذ عادل، اين سيكون الكريمه؟ هناك جهد مبذول، وهناك من قبل من الطرفين باشراف او برعايه الراعي لهذا الاتفاق، وهناك خطوات على الاقل اداريه من حيث اعداد الكشوفات العسكريه، و تمت الى الان، وهناك جهد مبذول، وهناك مراعاه من قبل الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه لتاخير تنفيذ هذا الامر. لكن انا ذكرت ايضا، اضيف الى 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 ما سبق، الحكومه استمرت في تعيين كثير من او اصدار كثير من القرارات وهذا مخالف. الحكومه الان اكثر من شهر وهي تعتبر حكومه غير دستوريه بناء على اتفاق الرياض. هناك شخصيات داخل الحكومه تسعى لعدم تفعيل كثير من البنود لتتواجد هي فتره اكثر لتنفيذ اجندات سواء حزبيه او مصالح خاصه بما فيها ملفات فساد كبيره يقوم اعضاء من الحكومه بها داخل المؤسسات الحكوميه، مستغلين مواقعهم، وهم يدركون تماما ان الايام الاخيره لمناصبهم، لذلك لا يسعون الى خدمه المواطنين وتنفيذ بنود اتفاق الرياض، لكنهم يسعون الى الالتفاف على كثير من النصوص وعلى كثير من القوانين داخل هذه المؤسسات واستصدار او اختلاس كثير من الاموال بما يحقق مصالح خاصه ومصالح حزبيه. نعم، اذا اسمح لي استاذ عادل ان نشك معنا ضيفي عبر الاقمار الاصطناعي الاستاذ عبد الهادي. استاذ عبد الهادي، اتمنى انك سمعت لحديث الاستاذ عادل خاصه في تعليقه على نقطه العرقله، وهو يرى ان هناك اطراف في الحكومه تسعى لعرقله العديد من بنود الاتفاق والاستفاده من الوقت بقدر ما تستطيع، لانها تعلم انها ربما لن تكون في التشكيله القادمه، وهناك ملفات فساد كثيره يريدون الاستفاده منها قبل الرحيل. ما رايك؟ أعتقد هذا الكلام ربما مردود عليه، أو أن الأخ عادل تلتبس لديه إجراءات. كان كلام الأخ عادل أنه تفضلا من المجلس الانتقالي تم السماح لبعض الوزراء بالعودة. الإخوة مع الأسف الشديد في المجلس الانتقالي يفهمون أن الحكومة تعني رئيس الوزراء. رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة، لكن الحكومة تعني رئيس مجلس الوزراء والوزراء العاملين معه إجمالا. التأخر مثلا عودة وزير الداخلية أدى إلى تأخر في رواتب رواتب الجيش في كافة المحافظات. اليوم نعاني نحن إشكالية، من يتحمل مسؤوليتها؟ بهذا الطرح الأخ عادل يتحمل المجلس الانتقالي كامل المسؤولية بهذا الطرح وبهذه الآلية وبهذا الإشكال. الأخ عادل يقول أن
الإخوة في المجلس الانتقالي يعدون أو الحكومة يعدون كشوفات، في حين المفروض كشوفات من سوف ينتقلون للجيش كانت جاهزة، بمعنى أنها القوات المتواجدة في المحافظات الجنوبية التي تتقاضى رواتب عبر ما كان يعرف بالأحزمة الأمنية تسحب بكاملها كعدد كسيدي كأوراق كأرشيف إلكتروني وتسلم للداخلية ويجري فحصها وبالتالي تسكينها. هناك نوايا غير كما يطرح الأخ من ظاهر هذا الكلام ومن تصريح وزير الخارجية ووزير النقل، هناك نوايا لعدم الوصول إلى اتفاق، هناك معركة عند اليمنيين لا يحترمون التوقيعات التي يوقعون عليها جميعا. على الإخوة اليمنيين أن يعوا أننا من كل اتفاق يجري في اليمن نخرج إلى قتال. لماذا نحن فقط في العالم العربي الذي نخرج من الاتفاقات إلى حروب؟ هل نحن لا نمتلك القرار؟ وهذا نحتاج تصريحات من أعلى سلطة في الحراك والحكومة. أدعو الأخ رئيس الحكومة إلى منع أعضائه من الإدلاء بأي تصريح. هنالك هيئة ولجنة مشكلة من الإخوة في المملكة العربية السعودية، هذه مسؤوليتهم. هؤلاء الوحيدين الذين هم من يقولون يعرقل الاتفاق، إما المجلس الانتقالي الجنوبي أو الحكومة الشرعية، وكل التصريحات من الإخوة في المجلس الانتقالي أو في الحكومة يجب أن تنقطع. على المجلس الانتقالي أن يتخلص من وهم التدليس من أنه في الشارع معارضة وضد الحكومة وعلى الطاولات خاضع وممتثل. هذه الطريقة مللناها من أغلب المكونات القادمة من المحافظة الجنوبية مقابلة بالحكومة، هذا جانب. الجانب الآخر، على الإخوة في الحكومة احترام التزاماتهم، إن كانوا يمثلون الشعب اليمني فعليهم احترام التزاماتهم المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما نعاني منه من كل الأطراف. هذا لا. الاتفاق على رئيس الحكومة، هذه حكومة تحت التصريف، معروف هذا الاصطلاح في القاموس السياسي. هذا اتفاق، الاتفاق له طرفان، وطرفا ضامن وملتزم بالتنفيذ. نحن في اليمن من عام 2011 إلى اليوم لم نسمع لا من ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة ولا من اللجان الداخلية ولا من اللجان الخارجية ولا حتى من الإخوة في المملكة العربية السعودية إدانة لطرف واحد من هذه الأطراف. ولذلك كل الأطراف المحلية اليمنية ما قبل الحكومة والتي تتشكل أساسا منها الحكومة، هؤلاء مع الأسف الشديد لا يحترمون التزاماتهم لأنه لم يجري إدانة أحد. على الجميع اليوم أن يتحملوا مسؤوليتهم، من يسقطهم الضحايا يتحمل دمهم هؤلاء المعرقلين. نعم أستاذ عادل، يعني كما يرى الأستاذ عبد الهادي أن على جميع الأطراف احترام توقيعها الذي قامت به والالتزام بكل ما جاء فيه والكف عن هذه التراشقات الإعلامية، وربما المخولة هي اللجنة السعودية في تحديد من هو الطرف المعرقل. يعني أن يظل كل طرف يتهم الآخر بأنه المعرقل لن نصل إلى نتيجة. دعني أسألك، أين هو دور هذه اللجنة التي ستقوم بالإشراف السعودية؟ يعني حتى الآن لم نرى لها أي مهمة. يقرا من زاويه واحده فقط فيما يتعلق بتحويل اللوم او من هذا الامر. انا اختلف معه تماما في بدايه الحديث في المقطع الاخير، لكنكم تركتم المجال له يتحدث كثيرا وانا ساترك لك المجال، تفضل. اولا اختي الكريمه آسيا، ان انا اتفق فيما طرح ان ينبغي ان تحجم او تمنع التصريحات والاتهام. الحكومة إلى اليوم يا أختي الكريمة لم تقبل بذكر المجلس الانتقالي في خطاب واحد لرئيس الحكومة. رئيس الحكومة تحدث إعلاميا وتحدث باجتماعات للحكومة، لم يتحدث باسم المجلس الانتقالي أبدا، يستكثر ذكر المجلس الانتقالي. إلى اليوم تصريحات مسؤولين، تخيلي أن كثير من مسؤولي الحكومة تحولوا إلى إدارة حملات إعلامية ووسائل تواصل ضد المجلس الانتقالي، ولا زالوا يسمون المجلس الانتقالي وقواته بالميليشيات، وهو موقع على اتفاق شراكة وإدارة المرحلة المقبلة وإيقاف الصراعات وإيقاف المناكفات. الأخ عبد الهادي بعيد عن كل الأحداث وما يتم في سواء في الرياض أو داخل عدن بين اللجان المشتركة. أنا ذكرت كثير من الأداء
للحكومه التي لم تفعل. انا انتظر من ان يكون منصف الاخ عبد الهادي ويذكر لنا بندا واحدا اعلنت الحكومه تنفيذه من اتفاق الرياض، سواء بسحب القوات العسكريه او بوقف اصدار القرارات التعيينات او حتى بالتعاطي مع الطرف الاخر. نعم، هو لم يتحدث عن اي طرف انه نفذ او لم ينفذ. استاذ عادل، هو مسؤوليه على ايقاف اي صراعات واداره المرحله المقبله وتوجيه الجهود العسكريه باتجاه الجبهه الموحده اذا تم العمل السياسي او انجز عمل سياسي واتفاق سياسي في المرحله المقبله. فنحن مرحبين، نحن دائما نقول اننا جزء من الحل ولسنا جزء من المشكله. الناس ينظرون الينا الى المشروع السياسي الذي يختلفون معه، نحن نحمل مشروعا سياسيا واضحا ونعلنه دائما باننا نحمل قضيه الجنوب واستعاده دوله الجنوب، نعلنها دائما، ولكننا نتعاطي مع كل الظروف في الفتره الحاليه ونحن حريصين على الانسان في الجنوب وفي الشمال، سواء في المناطق المحرره او المناطق التي تقع تحت سيطره الحوثيين. نحن نقول دائما الى كل الشرفاء، ندعو كل الشرفاء في سواء في الحكومه في المناطق في الاخوه في الشمال ان يكونوا على قدر المسؤوليه وان يكونوا بنفس المستوى من الحرب، ونمضي معا ويشكلوا لجان تقديم ايضا مصاحبه لما يتم باتفاق الرياض. لا يسمعوا طرفا واحدا لا يريد يرى بنفسه انه الخاسر من اتفاق الرياض. عندما تجير اليمن بمستقبلها ومستقبل الانسان في اليمن لصالح جماعات ايديولوجيه، هنا الكارثه اختي الكريمه. لا زال الاصرار ولا زالت مراكز القرار بيد جماعات ايديولوجيه تريد ان تذهب باليمن جنوبا وشمالا الى مستنقع يتم فيه تنفيذ اجندات خارجيه فقط، ليس لديهم اي حرص ولم يبذلوا اي جهد خلال السنوات الماضيه لتحريرها تلك المناطق، ومع ذلك الى الان يحاولون تعطيل اي جهود سياسيه لايجاد حلول سواء في المناطق المحرره او ايضا حلول للمستقبل السياسي في اليمن. نحن في المجلس الانتقالي ندعو الجميع، نحن حريصين جدا وبتوجيهات دائما من رئيس المجلس السيد عيدروس الزبيدي بالحرص على التعاطي مع كل الجهود السياسيه، ونحن صمتنا كثيرا ولا زلنا سنصمت ولن نستهل. عليه ان يجمع ويقوم ببحث اليوم سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او التصريحات الاعلاميه، ويذكر من هم المسؤولين الرسميين الذين يحملون صفات لا زالوا يحملون صفات رسميه ومع ذلك يتهمون ويطلقون الاوصاف السيئه والاوصاف السلبيه التي لا تعبر عن قناعه بشراكه حقيقيه في المرحله المقبله. ويدرك من الذي يتولى هذا الامر باداره وتمويل ودعم وحملات منظمه يقوم بها مسؤولين في الحكومه. يجب ان يكون الجميع اذا كانوا حريصين والا تتكرر الاخطاء القادمه. نحن لدينا اتفاقين، اتفاق ستوكهولم واتفاق الرياض، نريد انجازها ونحن حريصين ونتعاون مع كل الجهود سواء السعوديه في اتفاق الرياض او الجهود الامم المتحده في ستوكهولم لقطع شوط كبير جدا في تنفيذ هذا الاتفاق من اجل ان نضع البذرات الحقيقيه والاساس لايجاد او لتفعيل ملف المفاوضات الشامله التي تسعى الامم المتحده لتفعيلها في المرحله المقبله. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عادل الشبحي القيادي في المجلس الانتقالي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، يعني ربما طرح الأستاذ عادل أن هناك بعض بنود اتفاق الرياض كان يفترض أن تتم، خاصة وأن المعني بها هادي، تعيين المحافظ ومحافظي بعض المحافظات الجنوبية ضالع وأبيان وغيرها، لم يتم حتى الآن، يعني لا محافظ عدن ولا مدير أمنها ولا بقية المحافظين، وهو أمر يعني متروك للرئيس هادي ربما يعني لنستبعد مسألة الانسحابات، ربما هناك إشكاليات في هذا الأمر أو تأخذ المسألة وقت أو بعد أطول. أعتقد أن ما طرحه الأخ عادل ينم عن ضبابية واضحة في أداء المجلس الانتقالي وغياب للصورة. أنا تكلمت عن طرفين وكأنني لست يمنيا،
كأنني لست من هذا البلد، طرفين وطرفا ثالثا ضامنا للاتفاق. هذان الطرفان عليهما أن يصمتا، وفي حالة أي طرف لم ينفذ تقدم إلى اللجنة السعودية الخاصة واضغط عليها واطرح هذا الأمر وقول ما قامت به الحكومة ولم تنفذ الحكومة. نحن تقدمنا بشكوى محددة مكتوبة بدلا من العنتريات التي يمارسها سواء الحكومة أو المجلس الانتقالي. بعض الأطراف في الحكومة أو في المجلس الانتقالي تريد أن تخلق لها هالة وهلة ويكون ثمنها عشرات من اليمنيين، وكأنهم خراف يتم ذبحهم مقابل عنتريات سواء للإخوة في الحكومة، سواء في الجانب الدبلوماسي أو لوزير النقل أو للأخ أحمد الأملاس أو للأخ سعيد أو للأخ حسن أو غيرهم. هنا سؤالا واحد، لن يتم تغيير بحسب ما أفهمه أنا، وأنا لست طرفا مع الطرفين ولا مع الطرف الثالث، لن يتم تغيير محافظ ومحافظ ما لم تغير الحكومة. يجب أن تغير الحكومة أولا. هذه الحكومة سوف تشكل من كافة الأطراف. حدد نصيبا للمجلس الانتقالي الجنوبي. لما لم يتم مسألة حتى الآن تحديد هذه الحكومة أستاذ عبد الهادي، ما الداعي لهذا التأخير؟ لو سمحت، هل هذا الداعي؟ لأن اللجان لم تنتهي من عملها. هذه اللجان يجب أن تنتهي بدمج قوات المجلس الانتقالي في الحكومة. الأخ يتكلم عن الطرف السياسي، أنا ما أتابع من قضية الحراك منذ عام 2007 الحديث عن الشق السياسي، ولم أفهم إلى اليوم ما هو الشق السياسي. هل ملزم الدكتور معين عبد الملك أن يخرج ليتكلم باسم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أو باسم رئيس أحمد الرئيس أحمد الأملاس أو الرئيس حيدروس الزبيدي أو غيره؟ هذا ليس واردا في الاتفاق. الأخ معين عبد الملك معين اليوم بعد اتفاق الرياض كرئيس حكومة ما نسميها تصريف أعمال. هذه الأعمال يجب أن تبقى من أجل إدارة ملفات محددة، لا يستحدث شيء، لم تصدر أي تعيينات، وما صدرت من تعيينات فهي خارج الإطار. تم تحديد كل من المجلس الانتقالي الجنوبي ومجموعة من الحراكات الأخرى في الجنوب حدد نصيبها وحدد نصيبه في محافظة واحدة، أي من تلك المحافظة الجنوبية؟ فهل عليه أن يعترض على كل المحافظة الجنوبية والشمالية؟ هل على المجلس الانتقالي أن يمنع مثلا عودة القوات الرئاسية؟ هل على الحكومة أيضا أن تتكلم عن شيء ليس من اختصاص معين عبد الملك تنفيذه؟ هذه المرفقات ما دام قيل في هذا التصريح أولا يتم تغيير الحكومة، ما بعدها من بنود تأتي بعد تغيير الحكومة لأنها جزءا من الوضع القادم وليس من الوضع المنقضي. نعم، إذا ربما بداية حديثك أيضا تحدث أستاذ عبد الهادي أنهم طرفين أو طرفان يعني محتكمان لطرف ثالث يجب أن يعود إليه في حال اختل أحد الشروط، ولكن دعني أتساءل أين هو هذا الطرف الثالث؟ لما لم نرى له أي حضور فيما يحدث حتى الآن؟ لم نجد له أي ورقة ضغط على أي طرف؟ الطرف المشرف والمنفذ قواته موجودة في عدن، خرج رئيسه البارحة بتصريحات نارية كانت ربما حبلت من أرعادهم السماء كما يقول البردوني، لكن هذه العمليات على الأرض، هذا الباب المفتوح وهذه السياسة اللينة التي تمارسها التي يمارسها الإخوة في المملكة العربية السعودية والتي تترك الحبل على الغارب، هي ما تؤدي إلى مسألة تصاعد حركات عدائية ضد المملكة العربية السعودية في اليمن وفي العالم العربي. اليوم الإخوة في المملكة العربية السعودية يفقدون مع الأسف الشديد ما بنته المملكة على مدار قرابة قرن من سمعتهم ومن تعامل الناس معهم ومن ثقة العالم العربي في دولة كبيرة بحجم المملكة العربية السعودية. وقد تكون اليمن وبالا على الإخوة في المملكة العربية السعودية إذا ظلت الأبواب مفتوحة والبلد بهذا الشكل. قد يدان الإخوة في المملكة العربية السعودية إدانات بجرائم دولية لأنهم المسؤولون عن هكذا وضع، ولديهم اليد الطولة، هم يعملون الآن باسم العالم
باسم مجلس الأمن باسم الفصل السابع، وبالتالي عليهم أن يكونوا عند مستوى المسؤولية بتحديد من الطرف المعرقل، أكانت الحكومة أم كان المجلس الانتقالي، لأن في هذا الأمر تصبح تهتز الثقة في المملكة العربية السعودية، وأنا أعتقد أن هذه كبيرة بحق المملكة، ولا أعتقد أن الإخوة في المملكة سوف يتسامحون في هذه المسألة، لأن هنالك تطاولا كبيرا من بعض الأطراف، والآن وقبل الآن على المملكة، وهنالك حملات إعلامية أحيانا تشن ربما صمت الإخوة في المملكة يغري هؤلاء جميعا. نعم، إذا أستاذ عبد الهادي، في تصريح لليوم القيادي في الانتقالي أحمد لملس قال أنه في حال لم تلتزم الحكومة فسيضطرون للتحالف مع القوى الوطنية الأخرى، ربما إشارة لقوى طارق صالح، كيف ترى ذلك؟ أرى أن هذا جزء من حملة تصعيد تتبادل بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. أحمد الأملس ليس إلا قارئا لهذا التصريح، لأن هذه المسألة لا يستطيع أحمد الأملس أو غيره أن يقوم بها، هذا محاولة للإيهام أن هذه القوات قوات مستقلة، الحكومة قواتها مقيدة بيد المملكة العربية السعودية ولا تستطيع أن تتحرك قيد أنملة. علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها، كما أن الإخوة في المجلس الانتقالي وفي المقاومة الوطنية وغيرها من التشكيلات مقيدين بالإخوة الإماراتية. علينا أن نتكلم بصراحة، نحن داخل رحى حرب، اليمنيون داخل رحى حرب، وعلى الأقل يجب أن لا يموتوا ولا يدركون لما ماتوا، على الأقل يموت وهو يدرك لماذا مات، يعني ويدرك أبناءه وأهله وذويه، لا داعي لهذه العنتريات ولهذا الكلام الذي قد دفعنا ثمنه كثيرا، دفعنا ثمنه من أطفال من إخوتنا ومن أصدقائنا من أبنائنا من أبناء محافظة عدن من لاحق من الضالع من حضرموت من شبوة، يكفي ألا يكفي هذا البلد ما سال من دماء؟ ألا تكفي ألا يكفينا ما تورطنا به؟ على الإخوة في دول الخليج ومجلس التعاون والتحالف العربي أن يراعوا صورتهم الذهنية، صورتهم الذهنية في شرق أفريقيا، علاقاتهم بالعالم، بالعالم العربي، بالعالم الإسلامي، عليهم أن يدركوا أن هذا البلد مجرد محطة، مجرد محطة لاختبار عمل المملكة العربية السعودية المباشر خارج حدودها الدولية المعروفة، أي أن المملكة هنا الآن أمام اختبار حقيقي في امتدادها الإقليمي، إن كانت المملكة في المراحل السابقة كانت تمتد إقليميا وعربيا عبر الأذرع الناعمة، هذه المرة تمتد المملكة لأول مرة بقواتها المسلحة بالأذرع الخشنة، وبالتالي عليها أن تقدم رسالة تطمين إلى جيرانها وإلى بقية دول العالم العربي، وهذه هي محطة الاختبار، وأتمنى ألا تفوت هذه المسألة. هنا لكن يعني ما رأيك أستاذ عبد الهادي، أليست السعودية مضادة في ظل التصعيد الذي تتحدث عنه، أليست السعودية هي من تكون في وجه المدفع إذا حدث أي تعثر لهذا الاتفاق، وهي المسؤولة عن أي فشل؟ أعتقد أن المملكة لن توصل هذه المسألة إلى التعثر التام، ولن تسمح بانفلات الأمور، هي تمتلك أدوات تستطيع أن توقف هؤلاء جميعا، هنالك نوعا من العنتريات يمارسها البعض، هي أشبه بحالة الصراع بين الديوك، الجميع ينفخ ريشه أكثر من اللازم، وهي حالة تعتري بعض المفاوضات اليمنية عندما يرفع طرفا من الأطراف السقف، فهو مصر على المفاوضات لكن يريد تحسين وضعه التفاوضي، هذا التحسين هو ما يجب أن يسعى إليه. على الإخوة في الطرفين، في الطرفين الموقعان، لا أقصد أقصد الموقعان على اتفاق الرياض، أن يحترموا هذا الاتفاق ويحترموا الوسطاء القائمين بينهم، وإلا فلا داعي لكل هذا العناء ولهذا الاستهلاك الوقت، ألا يشعر هؤلاء بقيمة الوقت؟ ألا يشعر هؤلاء بالمرارة التي يعانيها اليمنيين وأن مناطق تجتاحها أمراضا بدائية، أمراض غارت العالم منذ 700 عام؟ نعم، اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ راجح بادي المتحدث باسم الحكومة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ راجح. مساء النور، أهلا بك أستاذ راجح. دعني أسألك بداية من تصريح وزير الخارجية الذي اتهم الانتقالي بعدم الالتزام باتفاق الرياض، وهناك أيضا من قيادة الانتقالي من يتهم
الحكومة بعدم الالتزام. بين هذه التراشقات الإعلامية أين يمكن الوقوف؟ هو حقيقة يعني الأمور أعتقد أنها أصبحت واضحة لكل متابع ولكل مهتم بالشأن اليمني، من هو الطرف الذي أرسل تنفيذ هذا الاتفاق. الاتفاق يعني كان واضح في تحديد ما على كل طرف أن يتم يعني أن يتم تنفيذه من على كل طرف، يعني ما هو الذي يجب أن يتم تنفيذه. نحن بالنسبة لنا في الحكومة كان الحديث عن عودة رئيس الحكومة، وعاد فعلا إلى 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 عدن، وبدأت الحكومة في ممارسة الكثير من مهامها رغم الكثير من الصعوبات والعراقيل. لكن هناك يعني التزامات على المجلس الانتقالي لم يتم تنفيذها حتى هذه اللحظة، منها مثل ماذا أستاذ راجح؟ لأنه كان معنا الأستاذ عادل حماية رئاسية. نعم، مثل ماذا؟ كان معنا الأستاذ عادل الشبحي وتحدث عن أن الحكومة هي من لم تقم بكل الالتزامات التي كان يفترض معها، وعلى العكس هم تفضلوا بعودة بعض الوزراء مع رئيس الوزراء معين عبد الملك. يعني لو كنت دعيتيني دعيتيني أكمل تفضل حديثي كان سأجيب على هذا التساؤل. أنا أعتقد أنه الحديث واضح أنه كان اتفاق الرياض يتحدث أن قوات الحماية الرئاسية اللواء الأول حماية رئاسية بقيادة العميد الرك سند الرهوة تتسلم يعني حراسة المنشآت الحكومية الرئيسية في عدن مثل قصر المعاشيق ومقر مجلس الوزراء ومقر البنك المركزي. لكن حتى هذه اللحظة وبعد مرور أكثر من 40 يوم من تنفيذ الاتفاق لم يتم السماح لأي يعني لعدد بسيط من أفراد اللواء الأول حماية رئاسية من الدخول إلى عدن. حتى هذه اللحظة لم تسلم يعني لم يسلم مسلحي المجلس الانتقالي أي مؤسسة حكومية للجهات الحكومية الرسمية. فمن هو الطرف الذي يعرقل حتى هذه اللحظة تنفيذ هذا الاتفاق؟ بالنسبة لعودة الحكومة هذا كان يعني التزام يعني فرضه اتفاق الرياض على الحكومة، وبالفعل عاد دولة رئيس الوزراء برفقة عدد من الوزراء المتعلقة يعني وزاراتهم بالخدمات الأساسية، وبدأت الحكومة رغم الظروف الصعبة يعني التي تعيشها بتنفيذ يعني بممارسة جزء من مهامها. لو تلاحظي منذ اللحظة الأولى للاتفاق وحتى هذه اللحظة من هو الطرف الذي يتبنى لغة تصعيدية ضد الطرف الآخر؟ وصلت المسألة وتوصل الاستخفاف والتصعيد والاستهتار بالمجلس الانتقالي أنه يهدد بطرد يعني رئيس الوزراء والوزراء المتواجدين في عدن. إذن نحن من الذي يتحدث، من الذي يتحمل مسؤولية إفشال وعدم تنفيذ اتفاق الرياض حتى هذه اللحظة؟ الكل يتابع الخطوات التصعيدية سواء التصريحات من عدد كبير من قيادات المجلس الانتقالي، الممارسات التي تقوم بها بعض قيادات المجلس الانتقالي والممارسات الاستفزازية تجاه الطرف الآخر. ما هو البند؟ كنت أتمنى أن تسألي ضيفك الذي تحدثت عنه، ما هو البند الذي كان يعني أو الالتزام الذي على الحكومة في اتفاق الرياض ولم تقم به أو رفضت أن تقوم به حتى هذه اللحظة؟ هذا نوع من المغالطة المعروفة. نعم، اسمح لي أستاذ راجح، يعني هو ذكر اليمنيين منذ فترات طويلة، لكن الناس أصبحت تعي الحقيقة وتعرف يعني، وأصبح الرأي العام مطلع على كثير من التفاصيل، ولم يعد بالإمكان تغييب أو تجهيل الرأي العام حتى لا يعرف ما الذي يجري على الأرض. نعم، هو ذكر عدم تشكيل الحكومة حتى الآن ولا تعيين محافظ لعدن وبقية المحافظات التي تم ذكرها في الاتفاق، وهذا الأمر مرهون بالرئيس هادي، فلما لم يتم حتى الآن رغم مرور المدة الزمنية المحددة؟ هذه الأشياء يعني تشكيل حكومة، هناك التزامات قبل تشكيل الحكومة لم يتم تنفيذها. على أي أساس يتم تشكيل الحكومة؟ هناك خطوات حددت بأسبوع وخطوات حددت بخمسة عشر يوما لم يتم تنفيذ أي منها. لماذا القفز الآن على كل هذه الالتزامات والذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة؟ يعني لماذا لم يتم الحديث عن تسليم مؤسسات الدولة
في عدم قوات اللواء الاول حمايه رئاسيه، كيف يتم يعني نتحدث يعني نقفز على كل هذه الالتزامات وكل هذه البنود الى 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 هذا البند؟ هذا نوع من المغالطه ونوع من يعني محاوله بائسه للخداع والتبليس على الراي العام اليمني، لكن اعتقد انه اليمنيين يعرفون ذلك جيدا، والاتفاق واضح ومنشور وبامكان اي شخص ان يطلع عليه ويعرف المدادات الزمنيه التي على كل طرف من الاطراف من الطرفين الموقعين. نعم، اذا ما هي خياراتكم استاذ راجح، خاصه وان اللجنه السعوديه حتى الان لم نجد لها اي تدخل لفرض اتفاق الرياض على الطرف المعرقل على الاقل؟ نعم فقدنا الاتصال. إذن في نهاية هذه الحلقة أشكرك أستاذ راجح عبادي المتحدث باسم الحكومة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر الجزيل لك أستاذ عبد الهادي العزازي الذي كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. عذرنا لم نعد نتمكن من العودة إليك فقد انتهى وقت البرنامج. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.